اليوم الا بغيتي تدمر واحد الشعب كتدمر له القيم ديالو، وكتبدا تبين له لا اخلاق بانها طبيعيه. تغش، تشفر، تسرق، هذاك اللي غادي يغش في امتحان غدا غادي يطلع برلماني شفار وكيوزع هذا وكيتقلب على شنو غادي يدير ولا يكون رئيس جماعه مفلس. انا كنقول بانه كاين هناك مخطط جهنمي كاين في الخارج، مصوبين وهادو الذين يسيطرون على العالم. وما اتفاقيه ديال ليزبون ديال 1999 2000 بينات كانوا خاصنا هاد المدارس وهادشي 10% يخرجوا ديال الاطر و90% ديال العبيد، مره يزيروا فيس، مره يهزوا قفا، مره يمشيو لديك جي، مره نخرجوهم ندخلوهم بالسي دي دي بعقده محدده في الزمن، خرجوهم نعاود ندخلوهم. يعني خاصنا نعيشوا الانسان في العذاب الاليم، لان ماشي كلشي خصو يفكر، ماشي كلشي خصو يفهم. وهذوك 10% حتى هما غادي نديروا لهم الدراقات، كيعرفوا يبنيوا ويديروا لكن لا يسائلون النص ولا يسائلون اي شيء. لانه الا بغيتي تسيطر على شعوب خصك تسيطر عليها بعدا فكريا، وانك تدمرها فكريا وتحس بان ما عندهاش ثقه في النفس، وانها ما تعطيهاش الادوات ديال التفكير، ما تعطيهاش الادوات ديال التحليل، ما تعطيهاش الادوات ديال التلخيص. تلقى طالب ما عرفش يلخص، ان الذي ذهب الى كذا اسي بلاتي اش من دين هذه، انا لا 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 ما يمكنش. انا بالنسبه ليا المدرسه المغربيه وجهت اليها تصريحات الدمار الشامل في بلادنا، لانه في الوقت حتى ديال الصراع السياسي كان تخوف من انه النخب المتعلمه انها تكون كتفيق الشعب من النعاس، وانك طالب بالحريه وكطالب بالديمقراطيه وكطالب بالحقوق. اليوم باش يمكننا نعتقو ما يمكن يتعتق، اولا خصنا كل من موقعه أن ندافع عن المدرسه العموميه الجيده اللي كتحقق تكافؤ الفرص وتعطى فليسات في هذه المدرسه تدار، باش نهضوا بالمنظومه التربويه ديالنا توصل المدرسه الجيده للقرى، الجبال، المدن، كذا، الجميع. وحتى اللي بغاو يديروا الخاص، الخاص يكون ديك يجي قليل، كيمشيو غير داك الناس اللي بغاو يقراو وحدهم. اما الغنى راه هو في الاختلاط الاجتماعي، راه ملي كتكون ولد الفقير مع ولد الغني، ولد الطبيب مع ولد الحارس، هذاك هو الغنى، راه واحد كيتعلم من الاخر، ماشي بالضروره ولد الطبيب هو اللي ادكى، راه معروفه هذه كقاعده. الاختلاط الاجتماعي هرسوه. المكتبات كانت 5% ديال المدارس الابتدائيه فيها مكتبه، اليوم زيرو، ما كاينش، لان ما كاينش الطوش، ما كاينش الحارس، ما كاينش اللي غيحل المكتبه، ما كاينش اللي غادي يدير. اذا الفيروس القراءه ما بقيناش كنشدوه في الابتدائي، ولات هاد الظواهر هاد. انا بالنسبه ليا بحال اللي كان واحد الوقت عندنا في كليه الطب، الى لقاوك كتنقل كيعطوك 5 سنين، سير اخا ولي بناي ولا دبر راسك، لان ما يمكنش غدا تمشي تفتح الانسان تقطع ليه لاغتيغا وقت ولا تقطع ليه لافين بوخت، ما يمكنش هاد الهضره هادي، خصك تكون تفهم. نفس الشيء في كل شيء، وخصوصا التعليم. التعليم راه واحد المجال ديال المقدس، العلم، العلم نور والجهل عار، هادشي كانوا كيقولوا لنا زمان. خصنا نتعلموا ونخرجوا من الظلمات ديال الجهل، حنا ما تعلمناش وكنخرجوا كيتحملنا هزين ديبلوم، تنسحبوا هذاك الدبلوم هو لون، كاين اللي كيدير ليه جاجه ويعلقوه في البيرو، انا عندي ماستر وطفرتيه، عرفت كلمه طيبه تقولها مزيانه ولا مستقيم، ولا تنخرط في جمعيه ولا تنخرط في حزب ولا تنخرط في نقابه ولا تدافع على القيام ولا والو. انا بالنسبه ليا هذيك الفيديوهات اللي شفتو انا يعني ادمى وقلبي، هذه مش اول مره. انا كنشوف الدراري خارجين من البكالوريا في اوروبا مثلا، واحد الدوله كيسولهم حيت كيبداو بالفلسفه هي الاولى، اشنو الموضوع؟ قالوا حنا قالوا لنا هذا الموضوع، هل يجب ان نسترجع دور الدوله ام ان هذه العولمه ممكن ان نعالجها وان تكون في غنى؟ شنو الموضوع كي داير؟ وانت اش درتي؟ انا درت هذا، درت واحد نص فيه 3 فقرات، تكلمت على العولمه وفوقاش بدات، وتكلمت على هذا النظام المعولم اللي هو كيفرض راسو علينا بوسائل النقل وبالاعلام، ولكن في نفس الوقت ادى الى كارثه بيئيه، وقلت بانه يجب ان نرجع الى كذا 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 كذا. حنا ديالنا ما خلوناش نقلوا وكينقلوا هنا، علاش في نظركم هذوك الاعلام اللي هو عند الطلب كينقل لنا هذا الشيء؟ حيت راه كاينين التلاميذ اللي هما مجتهدين وكيديروا الاقسام التحضيريه، وكنمشيو فرنسا كيتخلعوا منهم كيزحموا هذوك مزيانين، علاش في نظركم كيجيبوا لنا هذو؟ باش نضحكوا حنا، حيت لا سوسيتي دو سبيكتاكل ديال البلده المبينه، باش نضحكوا ونقولوا طلبتنا ما فيهم ما يدار، باش نزيدوا نقصوا من القيمه ديال مول البكالوريا ومول الدكتوراه ومول هادي. شكون اللي زوين بقى في هادشي؟ ما بقى حتى واحد زوين. شكون هما هادو الزوينين؟ هما اللي في البرلمان ولا شكون اللي زوين في هاد البلاد؟ واش هادشي ما تيحشموش الناس؟ انا تنشوف دابا في اوروبا ملي كتبغي تدخل شي، ملي كتاخذ البكالوريا ديالك غادي تدخل شي مدرسه، في داك الصيف كيطلبوا منك تقرا 5 الكتبه ودير لهم تلخيص، وغادي يكون واحد المجموعه ديال الاساتذه يسولوك في واحد من دوك الخمسه وتدافع عليه وتقول ها الكاتب علاش دار؟ كتقرا راسك عاد كتجي مجد. حنايا اون برونز ايديو، سير اخويا تجبد في البحر
وتشمش وانت مكلخ ما قريتك كتاب، وهذوك ديال الاعلام الاصفر تيقولوا عليك بانك صل، وكل شيء كيشوف اللي قلتي لي الباك يقول لك شنو هي هذه. بالعكس، حنا وليداتنا وبناتنا اللي خداو الباك كنفرحوا بهم، ومن ضمنهم مجتهدين متفوقين في القرى في الجبال. اما هذوك الصوله اش كيدوزوهم لينا هما اللي نشوفوا باش يزيدوا يدمرونا، لانه في اطار كاينه السياسه ديال التخويف والسياسه ديال يدفعونا الانبطاح والمتحلق تحت فينا مابقاش يتحرك، يقول لك لا كان هذا الشيء هو هكا وبركة. اذا بركه علينا، بركه من التكليخ، بركه من هذا الاعلام المفلس اللي كينقل غير الفلاس المبين. جيبوا لنا الدراري والبنات مزيانين من المدرسه العموميه وكينجحوا كيجيبوا 19 و20 كيشوف لي كلاس بخيبه وقال الكتيبات وزوينين ومخيرين وبركه. اما هذوك هذاك راه خصو وكيل الملك يتحرك، الا قالت لك السيده كنقل راه خصها يعيطوا لها خصها تتعاقب باش ما بقاش هذا الشيء. الا كنا فريمون بالفعل بغينا نبعدوا من شحال هادي، انا قلت لك اسلحه الدمار الشامل وجهت للتلاميذ، ولكن كنقول التلاميذ الله يخليكم ما تستسلموش، واخا ما بقاش كيقال لكم مزيان لا العلوم لا الفرنساويه لا العربيه، قراو راسكم، حفظوا الشعر، قراو الكتوبه، ثقفوا راسكم، تعلموا، لان هذا حق ينتزع. ما بقاتش الدوله راعيه، راه في الدستور كاتبه التعليم وترعاه الاسره. اش من اسره اللي كانت الاسره اميه ما عندها فرنك ما عندها ما ديرش من رعاه؟ راه الدوله هي المسؤوله، والاستثمار في التعليم خصو يكون استثمار استراتيجي، والجامعه وما ندخلوش الاساتذه بالعقده، ندخلوهم في اطار الوظيفه العموميه ونشجعوهم ونختاروا الطلبه المتميزين هما اللي غيقريو لنا وليداتنا التحضيري في الاعدادي في الثانوي الجامعه، الاساتذه مميزين. حنا راه عندنا اليوم واحد النخبه كبيره ديال الاساتذه من طراز رفيع في الرياضيات في الفيزياء في البيولوجيا في القانون في كل حاجه، وهادو غادي يمشيو في السنوات المقبله غادي يمشيو للتقاعد، من سيخلفهم؟ هذه راه طامه كبرى لا احد يتكلم عنها، لانه خليهم يسيروا سيروا سيروا فحالكم، وغادي يجيبوا عاوتاني اساتذه بالعقده. هذا اللي شادينهم بقنينبه، لان العقده ما عندك ما دير، ما كتشتاج، ما يمكن لكش دير البحث العلمي، الجامعه اللي خصها دير التعليم ودير البحث العلمي، فين مشى هذا الشيء؟ اذا انا بالنسبه ليا يعني هاد الناس باعوا الاقتصاد ديال البلاد بالريع وامتيازات والافلات من العقاب، ما خلوناش نبنيو الدوله الديمقراطيه والتوزيع العادل للثروات باش نحققوا عداله اجتماعيه ومجاليه وباش نخرجوا من العبوديه الى مواطنين كاملين مواطنه، عندنا واجبات ولكن علينا حقوق كذلك وعارفينها. ما خلوناش نصونوا الحريات، ما خلوناش نقويوا الجبهه الداخليه باش ندافعوا احسن يعني خارجيا على حقوقنا وعلى وحدتنا الترابيه وعلى هادشي هذا، بل بالعكس كل شيء جميل يبددونه. علاش؟ لانه في اطار هذه العولمه المتوحشه كيبان لهم المستثمر الاجنبي احسن منا حنايا، كيجي كيجيب شركه وكيصوب وكيدير، ولكن ما كينقلكش ديك التكنولوجيا وكيحمل الاموال ديالو كامله مع الفائض ديال الربح، سواء في مجال الطروبيلات او المجال ديال التدبير المفوض ديال الماء والكهرباء. هادشي حنا كنشوفوه، هذوك الناس جاونا بالفساد ديالهم وتيخلقوا شركات سوريه باش ما يخلصوش هنا، باش ما يخليو لكش ريال كيدور في المغرب وكلشي كيتنقل. نتوما تتعرفوا المعاملات الماليه اليوم راه غير بالاورديناتور، ما بقاش واحد سوالا بدا يهز الخنشه وراه كيهزو حتى الخناشير، راه الديوان راه غادي خصهم يراقبوا الحدود. كما كان الحال انا بالنسبه لي الاختيارات التي طبقت في بلادنا منذ الاستقلال مع بعض الفوارق يعني كلها كانت اختيارات غير صائبه. اليوم انا الاوان في هذا العالم اللي هو في طور تشكل جديد، كيعرف تغيرات وربما غيشهد غدا قطبيه جديده ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، ربما غادي يؤدي الى شرخ لانه الولايات المتحده وحلفاء ديالها كيخدموا بالدولار وبالاورو، حنا غدا غاديين ربما باتجاه لا ديدولاريزاسيون، ما تبقاش الدولار هو القيمه الكبيره، وربما هذيك الصين والاخرين غادي يخدموا بالروبل وغيخدموا بالين وغيخدموا بشغلهم حتى هما. اذا ما غيبقاش هذا العالم وعولم اللي هو كامل، غيبقى كل مجموعه كدير لي ترانزاكسيون بيناتها وكتوجد راسها وكتهضر. في ظل كل هذا، هذا المغرب اللي هو دوله اللي هي عتيقه وانتجت وانجبت ابناء وبنات يعني من قمه رفيعه، هذا المغرب اللي واحد الزمن نقل الانوار عبر يعني الغزو ديال الاندلس في القرن الثاني عشر، اللي كنا حنا عندنا الفلاسفه والناس اللي كتفهم في علم الفلك والفيزياء والطب والتشريح والكيمياء وكل شيء. هذا المغرب هذا بغينا اننا نعاود نسترجعوا الامجاد ديالو، ولكن الطريق هي بناء مجتمع العلم والمعرفه، هي بناء دوله الحق والقانون باش يمكن لنا اننا نصونوا كرامه المغاربه اولا، وهاد المغاربه راهم قادرين ينفتحوا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.